السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بجميع الطلبة. في هذا الفيديو سأعمل لكم مراجعة حول الشخصيات جميع الشعب. هو أنه هذا البي دي اف راه فيه كل الشخصيات المهمة في شهادة البكالوريا، واللي مازال أنه ما قامش بتحميل هذا البي دي اف أنه يروح المدونة الخاصة بي أو الحساب تاعي في الانستا أنه يقوم بتحميلهم. هو انه اللي مازال ما بداش يحفظ يبدا يحفظ، انه يجيب ورقه تاع رسم يكتب الشخصيات الامريكيه وحدهم، يكتب الشخصيات السوفيتيه وحدهم، ويكتب الشخصيات الفرنسيه والجزائريه وحدهم، ويكتب شخصيات مهمه اخرى هكذا كيما راني كاتبه انا. هو انه لازم تعرف المنهجيه، وكامل تعرفوا المنهجيه، وتكلمت عليها في شحال من فيديو، هي انك تذكر الجنسيه. في حاله ما غلطت في الجنسيه، هو امريكي وانت درت سوفيتي والباقي كله صحيح، انه راح يعطيك صفر. الاهم في الجنسيه، رجل سياسي امريكي ترومان تروح تحطه سوفيتي، هنا خطا. رجل سياسي امريكي ورئيس الولايات المتحده الامريكيه، هنا راك ذكرت الجنسيه وذكرت المنصب تاعو، هل هو وزير او رئيس، وتبدا انك تمد اهم الانجازات تاعو. ليس بالضروره انه تتقيدوا بالتعريف تاعي، تحبوا تمدوا تعريف اخر مدوا. صاحب القرار الذي ينص بقنبله هيروشيما وناكازاكي هو الذي تدخل في الحرب الكوبية في 1950، ومن مساهمي قيام الدولة اليهودية، وصاحب مشروع ترومان. إيزنهاور قولوا كلمة عسكري، ورجل سياسي وعسكري أمريكي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ تمد أهم إنجازات. وأهم حاجة لازم تذكرها في ترومان هي مشروع ترومان، وكذلك أنه تقول هنا ثاني في إيزنهاور صاحب مشروع إيزنهاور لازم، وتذكر تاريخ إيزنهاور 5 جون في 1957 الذي ينص على مساعدة اقتصادية للشرق الأوسط. ماريشال هو رجل سياسي أمريكي ووزير وليس رئيس، ولازم تقولوا صاحب مشروع ماريشال 5 جوان 1947. ريغان رجل سياسي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب مشروع حرب النجوم، تميز فترة حكمه في الحرب الباردة بداية نهاية الصراع بين المعسكرين. إضافة هو أنه في شهادة البكالوريا لا يجب ذكر تاريخ الوفاة، وديما نقولها في الفيديوهات السابقة، تذكرها إلا في شخصية ستالين. لماذا؟ لأن شخصية ستالين مرتبطة بسياسة عيش سلمي تاريخ تاعو الوفاة اللي كان في 5 مارس 1953. جورج بوش الأب هو رجل سياسي أمريكي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حضر مؤتمر مالطا، قسمهم في الورقة المسودة، قسم دير مثلا السطر الأول الجنسية زائد المنصب هو رجل سياسي أمريكي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها مد أهم إنجازاته. هذه في ورقة المسودة، أما في ورقة الامتحان هو أنه جاوب مباشرة. حضر مؤتمر مالطا مع خورباتشيف، عرفت فترة الحكم تاعو بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مناطق لحرب الخليج الثانية 26 فبراير 1990، وصحي فكرة النظام الدولي الجديد. طلب اللي قالوا لي أستاذ شحال من إنجاز نديرو، ديرو زوج. ريتشارد نيكسون هو رجل سياسي أمريكي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هو من وقع مع الاتحاد السوفيتي اتفاقية سالت الأولى 1972. كذلك إلى كينيدي جون وهنري كيسنجر. كثير من الطلبة قالوا لي أستاذ إحنا ما نعرفوش كيسنجر، هاو التعريف تاع كيسنجر، هو سياسي أمريكي ألماني الأصل الذي ما ديروهاش، ووزير الخارجية الولايات المتحدة، حامل جائزة نوبل للسلام بعد مساهمته في وقف حرب الفيتنام في 73، ويعتبر مهندس اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية كام ديفيد 1979. روزفلت كآخر شخصية، هذو هما الشخصيات الأمريكية. شخصيات الاتحاد السوفيتي، عندكم ستالين، عندكم جادانوف، عندكم بريجنيف، عندكم نيكيتا خورتشوف، عندكم خورباتشوف ميخائيل، وهذو بزاف يتعاودوا في شهادة البكالوريا. اما الثلاثه الاخرين هذو ما جاوش، سيرتو الزوج الاخرين هذوك ما جاوش. اتفقنا؟ يعني عندكم شخصيه زوج ثلاثه اربعه خمسه، هذو الخمسه مهمين، هذوك الثلاثه الاخرين طلع عليهم شوي. اتفقنا؟ لازم تطلع عليهم. شخصيات اخرى مهمه، هذو هما اللي لازم ايضا تديهم معاك لشهاده البكالوريا. حذاري تروحوا ما تعرف جمال عبد الناصر، ما تعرفش تيتو، ما تعرفش احمد سوكارنو، ما تعرفش هوشيمن، ما تعرفش تشيرشل، تشي غيفارا. هذا البي دي اف راهو فيه جميع الشخصيات اللي تسحقها. اتفقنا؟ يعني روح مهني بهاته الشخصيات ان شاء الله تعالى. الشخصيات الجزائريه عندك مصالي الحاج، عندك فرحات عباس، يوسف بن خده، زيغود يوسف.
بالنسبة لشخصية لجنة الست راح تكون حاضرة، راح تكون حاضرة، والشخصية الجزائرية راهي مهمة في شهادة البكالوريا، فالتنقيط يمدوا عليها العلامة أكثر من الأخرين في بعض البكالوريات. عندكم حسين أيت أحمد، محمد خضر، عبان رمضان إلى آخره، ذلك من الشخصيات الجزائر. كذلك الشخصيات الفرنسية عندكم ديغول، سوستيل، و مانديس فرانس، هذوما الشخصيات اللي تحقق في شهادة البكالوريا. روح اطبع وابدأ احفظ، دير الشخصيات الفرنسية، عفوا الشخصيات الامريكية وحدهم، الشخصيات السوفيتية وحدهم، وكل يوم احفظ. مثلا تبدأ تحفظ بالحد، الحد احفظ الامريكية، اثنين احفظ السوفيتية، ثلاثة احفظ الجزائرية والفرنسية، الرابعة احفظ الشخصيات الاخرى اللي راه من اللون الاحمر هذا، تخلصهم هاك خلصت. أتقدر كما يقولوا الأمريكية والسوفيتية تحفظهم في نهار، والجزائرية الفرنسية في نهار، والشخصية الأخرى مهمة في نهار، يعني ثلاث أيام تخلصهم. تروح مباشرة للتواريخ، التواريخ راني عطيتكم بي دي اف فيه غير الأهم، في يومين تخلصوا. سيرتو تاع الوحدة الثانية راني رتبتهم بطريقة رائعة جدا، عطيتك غير اللي تسحق في الباك. والوحدة الأولى راني عطيتكم أيضا التواريخ اللي تسحقوها، كاين تواريخ راهم خاصين بشعبة الأدب والفلسفة والتسيير والاقتصاد، هما الأزمات الدولية. اللي ما شافش البي دي اف يروح يتيليشارجيه. اللي مازال ما بداش يحفظ مادة التاريخ، أنه يبدأ اليوم ولا غدوة ولا غير غدوة، أنه السمانة الجاية لازم تبدأ. ابدأ احفظ الشخصيات، بعدها روح للتواريخ، بعدها واش دير؟ المصطلحات إذا لقيت فيهم صعوبة أحفظهم من خلال الدرس، أفهمهم من خلال الدرس، أفهم أكثر من أنك تحفظ. علاه؟ لأنه في شهادة البكالوريا أنت كشعبة أدبية مثلا، شعبة أدب وفلسفة، الشخصيات تدعي عليهم زوج، والتواريخ زوج، هام ربع نقط. أنت ذوك المصطلح كي تغلط في واحد أي ماشي حتأثر عليك بزاف، لأنه عليهم زوج، وكل مصطلح ممكن أنه 0.75 0.75، ومصطلح آخر الثالث على نص. انت كي تروح لك نص بصح تجيب 0.75 0.75، هاي نقطة ونص، عندك 5.5 على 6، وتزيد تخدم في الوضعية الإدماجية. يعني شخصية ممشى راح يخلعوك، ما يخلعوكش المصطلحات. لازم تجيب الشخصيات والتواريخ وتجيب الوضعية الإدماجية، المصطلحات افهم هذا ما كان. نفس الشيء في الجغرافيا كذلك، عليهم زوج نقط، اضمن انت ربعة هذوك، وبعد يدير لها ربي طريق في المصطلحات، اضمن الربع المتمثله في الرسم البياني، التعليق، الوضعيات الادماجيه، او التاريخ هذه ماهيش مصطلحات فقط، والجغرافيا ايضا ماهيش مصطلحات فقط، والشعب الادبيه ايضا، الباك هذا ماهوش فلسفه فقط، اللي راهم خايفين من ماده الفلسفه، لازم تتعامل معها كماده كباقي المواد. هو انه بزاف الرسائل قالوا لي يا استاذ رانا مازلنا ما بديناش نحفظوا، اسكور علينا الوقت. والله شوفوا كاينين طلبه قراوا ماده التاريخ والجغرافيا والله غير في شهر، وهذا العام الماضي طالب قال لي انا ذوين بديت نحفظ، بعث لي ميساج وقال لي يا استاذ راح نبدا نحفظ، والله غير جاب كنز، اقسم بالله العظيم مانيش حاب نحلف، هو انه غير جاب 15، حفظها في شهر. أو مش معجزة أنه تحفظ التاريخ والجغرافيا في شهر، ما فيها والو، الجغرافيا ما فيها والو، صدقني والله ما فيها والو، تعليق ورسم بياني وخلاص، شو مصطلحات خلاص، هذا ما كان. والوضعية الإدماجية، ثقافة عامة، القمح ما كاينش اللي ما يعرفوش، البترول، حركة رؤوس الأموال، عطيتك غير الأسئلة اللي تسحقها في الباك، مديت لك جميع الأسئلة اللي تهمك في الباك. بالنسبه للتاريخ شخصيات اكثر من تحفظهم، تواريخ وش من صعوبه جاتك هنا، انا عطيتك البي دي اف روح ابدا احفظ، اتفقنا. الوضعيه الاخرى بالنسبه للتاريخ، خوصيتكم وقلت لكم انه اللي مش قادر يحفظ الثوره الجزائريه انه يحفظ الحرب البارده ويزيد درس حركات التحرر، هذو هما باسكو حركات التحرر راهي ماهيش كيما يقولوا طويله كيما الثوره الجزائريه، الفصل الثالث مش طويل تاع التاريخ، انت احفظ الدرس الاول تاع الفصل الثالث فقط حركه التحرر، اما فلسطين ما كانت تحفظها، واحفظ معها الحرب البارده، الحرب البارده راح تجي ان شاء الله تعالى.
ثورة هي أيضا جيجي، أغلب البكالوريات ثورة وحرب باردة. أنت من باب يعني كما يقولوا الأمان أنه أدي معك حركة التحر. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وأي استفسار والله خليوا لي التعليقات أسفل الفيديو. واللي مازال ما بداش يحفظ يبدأ يحفظ بشوي، يرتب أموراته، يرتب كما يقولوا الملخص اللي حاب يحفظ عليه، يوجد كل شيء أمامه، وبعدها يبدأ يحفظ، يوجد الشخصيات، يوجد التواريخ، يوجد المصطلحات، روح أطبع. راني ندير لكم كامل PDF باه نسهل عليك المأمورية، مانيش حابك تقرا طول مباشرة من الهاتف تتعب. درت لكم PDF، اطبع وابدا احفظ. المدونة تاعي أو اليوتيوب راهو كاين جميع الأشياء اللي تحقها في التاريخ والجغرافيا، وأي حاجة نسيتها والله وسهيت عليها ذكروني عليها في التعليقات، قولوا لي يا أستاذ راك نسيت هذا الأمر، باه أنا ننشر. وإلى اللقاء.